يلا قوموا الان تاخر على الطياره، ورانا بوردنج ورانا جناط. شو هيك يما تو الناس البوابه بدل اللي كنت بتشترين بالمطار وما ادري. اي والله تبي الصج انا متعتي اتسوق بالمطار خاصه العطور. اي والله يما انت الصاجه، انا ما يحلى للشوبينج اللي هني بالمطار، بعدين حتى اسعارهم هني غير عن برا. هذا الطيار الحريم ما تشبعون الا متسوقون، تسوقون بالسفره قبل السفره بعد السفر واخر شيء تشترين العطر من البحرين تين هني من لندن من باغي. ايش فيك؟ لا والله طبيعيه والله العظيم يما مو زين كذي تشحط وتسوين نفسك قدام رفيجات نونا اوكي لا اي خلنا نتسوق علينا بالعافيه. لا مو شيء مو شيء خلنا نشوف هذا شنو. جرب التشيز كيك ترى وايد حلوه. لا وي يا حسرتي شنو في يمه صاير؟ يدة العروس توفت. وي مو خوش خبر. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمها. الله يرحمها. عظم الله اجرك يا خيتي واخر الاحزان ان شاء الله. نشوفكم على خير ان شاء الله. الله يعينهم. استغفر الله بعد هذه حبكة تموت الحين؟ ويما استغفر الله عشان الحكي الله يرحمهم خلاص. قول الله يرحمهم. الله يرحمها. الحمد لله اننا ما ركبنا الطيارة. اي والله. والله اشوى انكم حاجزين اكونومي مو بزنس. قم قم عيل مشوا يلا قوموا خلينا نروح البيت يلا. يلا يلا. مو تو الناس؟ قوم يلا دز بجنا على البيت. ودوا البيت توك بتشرين. ما عليه مرة ثانية يلا. يلا يلا. اخر اخر خلنا اشيله انا. يعني انجنتل يلا. ايه. ليش مكلفة على نفسك؟ باقي السلطة، انطر. وهذه السلطة. إن شاء الله. بعدين شنو هالجمال؟ محلوة بزيادة اليوم. لأن اليوم غير. اليوم أنت كلك لي. اليوم أنا صدق حسيت إنك رايلي. ما حد راح يقدر ياخذك مني. ولا راح يخليني اقعد بروحي. اليوم لي وباكر لي ما ابي اكثر من كذي فواز. ترى انا صدق احبك وانا مو طمعانه. انا على الحكي الحلو هذا اليوم مسكر جهازي. وهذا الجهاز مسكرنا ما نبي. انا اليوم لك وباكر لك والعمر كله لك. يا عيون فواز انتي. احبك فواز. سخرك. معك. انا حظك. ابدا. لورا اول شيء حطي البصل مع الثوم حمسيه. زين؟ وبعدين حطي فوق الخضره اخر شيء تشبسي العيش فوقه. زين؟ وحطي ماي شويه مو وايد يصير العيش لين. فهمتي؟ وبعدين سوي هذا البصل اللي مثل فرقاعه وحطيه فوقه اخر شيء. يلا ماما يلا يلا روحي جابلي طباختك. مساك الله بالخير يمه. هلا يمه هلا حبيبي. هاي يمه غدانا جاهز؟ لا يمه يبي له نص ساعه على ما شويه خدر. حلو انا كنت بمر هاله عشان اشوف ابراهيم قلت امر اخذك معي اكيد ولهانه عليه. اخ يا ابراهيم اخ ما تدري هالاسم هذا شو يسوي فيني. يقلب حياتي فوق تحت. كنتش متضايقة يما ليش اني سميت ولدي على اسم ابوي؟ لا يا يما ماني متضايقة. انا ادري فيك انت سميته عشان تبي تقرب صوب ابوك وتبي ابوك يرضى عنك خلاص بعد سميته خلاص بعد شو اقول؟ لا يا يما مو كذي السالفة. لا يما كذي السالفة. عيب الله شلون صايرة السالفة؟ انت شفت الحلال وشفت الخير قلت لا يروح من ايدي خلنا اسمي هالولد على اسم ابوي علشان يتحول الخير كله لي انا واخوي. ترى بقول لك سالفة. الخير هذا لك انت واخوك يعني ما راح يروح بعيد سميت ولا ما سميت خلاص يما لا تزعلين ما يصير خاطرش الا طيب شرط انياتني بنيه ان شاء الله باذن الله لاسميها وداد على اسمك بعد ايش تبين تسمي وداد وتكبر وداد وتتشيطن
وتنادونها يا الكلبه ويا يا ويلكم يا ويلكم. لا ما نقول لها يوم ايش دعوه. يلا 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 بسرعه بسرعه بدلي عشان نروح نشوف ابراهيم. زين زين الدنيا ما طارت يعني خوب نروح نشوف ابراهيم. ذبحتنا مع ابراهيم ابراهيم الله ابراهيم عاد زين اسم ابراهيم. يا حليل هالوالده المسكينه للحين تفكر بابوي للحين جرحه ما بره. فواز فواز صدقني ما سافرت للحين بس اشتقت لكم. في جهاز مغلق. وهذا اللي فشوا يبنى عشان نعيش زوج سنة ما صح. أنا راح أوكلك. اوه عارف صدقني كنت مفكر اخذ حسين مليون. ليش ما له داعي؟ ترى بيتنا احسن عشان لا نشوف احد وكذي ويصير مشاكل. طيب يوم عن يوم اكتشف ان انت صدق تحبيني مو غشمر. معقوله مو واثق ان انا احبك؟ لا بلا واثق متاكد بس ساعات اتعجب لما افكر انه اكل بعدين سالف يلا. Do you remember لما نقارنك بأمال؟ How many years ago؟ أتذكر هي شو مو مستعدة تضحي بولا شيء عشان طلع واحد. Then أنت مستعدة تضحين بكل شيء عشان تقعدي معي. ممكن ما تجيب طارية. ترى أنا معاك الحين. غاري موجودة؟ ما غار. تاخذتني عليها. بس لو العكس كان ذبحتك. فواز انا احبك ابي رضاك ما ابي اكثر من كذي صدق احبك. ترى عندي مجموعه افلام تجنن عندي اكشن وعندي رومانسي وعندي دراما كل الافلام شنو تختار؟ رعب واكشن ما ابي ابي شيء كوميدي ابي اضحك ابي افرفش ابي اوسع صدري. عندي فيلم ينن وايد يمدحونه ويقولوا عنه قوي. حطي هذا وينه؟ أمه تقول لها ما تدري عنه ولا كلمها ليكون صار له شيء. بس جنطة السفر مو موجودة
يعني هو رايح مكان وما أخذ معاه أغراض وهدوم، يعني متعمد. بس ليش ساق جهازه؟ وليش انتهز فرصة سفري عشان يسوي كذي؟ والله شيء غريب. يا ربي أنا خاف أبات هني بروحي، حتى عصام والخدامة عندها الفواز، بس ما أبي أهلي يشكون فواز. لازم أصبر لين يبين ويبرر لي فعلته. يا رب عدها الليلة على خير. تفضل. تقبل الله يمه. منه ومنك يا ابن صالح الاعمال. شلونك؟ الحمد لله الله يسلمك. هاي رحتوا المسجد؟ اي صلينا بالمسجد الحمد لله. سلمان هو بعد راح وياك؟ اي معاي بس وقف ويا جارنا قاعد يسولف وياه شوي. ايش فيك يما؟ شكلك توارث فيك شيء. اي ما ابيك بسالفه انت وسلمان. يقول شو السالفة؟ لا يعني أنا قلت أنت غدا أول وبعد الشاي إن شاء الله يعني أقول لك. إيه ليش ما تقولها الحين؟ بعد الغداء ما أحسن بعد الغداء. عشان تاكلين أول شيء تشربين شاي. على خير إن شاء الله. قريت القرآن يما؟ الحمد لله الحمد لله والشكر يا رب. خلاص يا يما عقب الغداء يا يما نقعد ونسولف. أسبوعك كان ها؟ يلا يلا حب. إلا ماي وين هي يما؟ وديتها بيت رفيجتها اللي معاها بالمدرسة، عندهم بروجكت اليوم ضروري. شنو؟ شنو عندهم؟ بروجكت خالتي، بروجكت يعني مشروع حق المدرسة. اي زين ما زين، بس انت تأكدتي من رفيجتها؟ ما عندها اخوان شباب ولا شيء؟ لا، اعرفهم من زمان يا خالتي، عندها بنتين، ما عندها شباب ابد. اي بس الزمن هذا صار يخوف. ما هي يمه يتيمة. ما وراها أبو ولا أخو. أمانة برقباتنا، ديري بالك عليها. أنا أقول يا يما لو تي رفيجاتي هنا عندنا بالبيت على الأقل قدام عيني، وأنا أخو ما أطلع من البيت إلا نادر. ديري بالك عليها يا يما، ترى الزمن هذا زمن صعب يخوف. يا حلوة يا خالتي سوالفك مال أول، الحين البنات تغيروا وكل مكان يروحون. البنات يظلون بنات، حتى الشباب يا يما الحين في هالزمن تخافين عليهم من عيال السوء، ما تدرين شلون يوصلونهم لوين يوصلونهم. الله يرحمك يا محمود ويغمد روحك الجنة وينتقم من اللي دلك على هالدرب وضيعك وضيع شباب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. الله يرحمه يا خالتي ويغمد روحه الجنة. ايدي ويسم الله عليك. الحمد لله الحمد لله والشكر يا ربي على عطايا نعمتك. الحمد لله هذه الكيكه عاد انا مسويتها مدعت تطنزون. ها لا كل شيء منك حلو يمه. بس شنو يبي لها شاي وياها يمه؟ اي اكيد لورا هاكم يحطها. تسلم ايدك يمه على الطباخ. بالعافيه يا يمه. لورا يا لورا سوي شاي ويب صحون معاش حق الكيكه. امي الغداء وتقدينا. ايه يلا ايش عندك يمه؟ انا من الاخر خلاص بتزوج. صدق؟ ايه وصل متقشمر صدق؟ لا صدق خلاص كبرت. بس عاد لمتى؟ بالمبارك بالمبارك يا يمه. عسى مبارك وسعيد ان شاء الله. اي يا يمه احسن لك. احسن لك ولك اسره لامته وانت قاعد. زهقت يمه. اي يا يمه بعد قلبي. ها عاد بشر الحين تبي امك تختار لك ولا اخلي خالتك زهره تجيب لك كسور والتنقه؟ لا 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 انت ولا خالتي زهره. انا حاط عيني على واحده معي بالدوام وابيها. يا اللوتي وانا اقول سالفته كل ما قلنا قال لا 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 لا. والله انك لوت بس تدري عادي اصيل. شنو؟ والله يا بختها اللي بتاخذك يا بختها، هذه امها دعيت لها. حبيبتي يمه عاد لو تشوفينها يمه تنحط على الجرح يبره. حبيبه ومسكينه وخدومه على كثر المشاكل اللي عندها. احنا نشوفينها بشوشه وتخدم الكل. اي زين عادي يا يمه. اي من تكون؟ من بنته؟ عطني رقم امها خلنا ندق عليهم نسال عنهم. امها متوفيه. يتيمة بعد؟
وعلي وعلي الله يرحمها ويقمد روحها لينا. وهي بعد يعني يمه اكبر مني بشوي يعني. لا يمه ما في مشكله. إيه او ايش فيك؟ وايد تزوجوا اكبر منهم، بس عاد اكبر منك مش كثر، بسنه ولا سنتين. ليش سلمان وين عرفها؟ لا لا يمه ايش عرفني فيها؟ انا ما اعرف الا هالي يمه. لا يمه ايش عرفها فيها؟ اقول لك معاي بالدوام ايش عرفها فيها؟ اي يمه بس عادي شو اسمها؟ خلينا نعرفها من هي. تبي تعرفين؟ ما تبين شاي قبل يمه؟ لا لا ما ابي شاي، قول لي شو السالفه؟ اسمها ناديه. اي والله اسمها ناديه. اسمها حلو بعد. اي يمه شوفي هي يعني مو اكبر مني بسنتين مثل ما قلتي، لا يعني شويه اكثر، يعني اول الاربعينات نص الاربعينات، اللي اضمنها لك انه يعني ما طقت الخمسين بعدها، بس يعني اول الاربعينات. شفت من صغره ماكو فايده، دائما اذا تكلمنا في موضوع جد لازم يقعد يتقشمر ويحورف بالحكي وما شو يسوي. افصل ترى مو وقته، مو وقت قشمره، تحكي عاد عدل. يما انت هدي طولي بالك ريحي، فيصل جايك بالحكي. لا شوفي يما يعني هي كانت متزوجه وتطلقت، يعني الله ما وفقها وحتى طليقه توفى الله يرحمها. انت مجنون ولا عاجل؟ التقشمر انت التقشمر، ايش فيك؟ وحده مطلقه وعمرها فوق الأربعين بتجنني انت؟ وسبت باشر تنادين بعد يا خالتي خلت حنوتك انت وياها. يما خليني اقول لك السالفه كلها واختصر على اخوي الطريج. فيصل مو بس حاب له واحده اكبر منه ومطلقه، لا وعندها ثلاث بنات واكبرهم الثانويه. ويعلك الضربه يعلك الماحي اثول انت مجنون. أنا وقلت بنات الديرة عشان تتزوج الوحدة مطلقة عمرها 70 سنة، أنت مجنون؟ ما يعلك الضربة يما حرام عليك، لا صرين تو الزمن عليها، ترى أنا أحبها يما. حبتك القرادة يا طايح الحظ. أنا أبوك أحد قايلك إني أنا وزارة الشؤون ولا حضانة بربي عيال وحدة مطلقة؟ فهمني، يوم إنك أنت ميت على هالنماين كان قلت لي كان زوجتك وحدة من هالأرامل اللي أعرفهم مالت عليك. هدي أعصابك يما، هدي أعصابك. أنا قلت لك ما راح توافقين، بس أصر لي فاتش بالموضوع. اسمع فيصل، لا أنا ولا أمي راضين على هالزواج، بعدين أساسا ما في أي تكافؤ بينك وبين هالبنت. أي بنت؟ قول عيوز رمة عيوز ريلها والقبر. أنا ترى إذا ما خذيت هالبنت ما راح أتزوج غيرها. بالطقاق عساك ما تزوجت. اقعدي طبعا اقعد كذي قاعد مبقق عيونك، شوف ربعك كلهم راح يتزوجون ويحطوا لهم أسر إلا أنت مبقق عيونك مالت عليك. حبيبتي بس قعدي معاها، أنا متأكد أنت راح تغيرين رأيك، بس قعدي معاها. يا يمه يا حبيبي يا بعد قلبي يا بعد عمري، يعني إذا قعدت معاها يا يمه يعني عمرها بيقصر؟ بيصير عمرها 20 سنة ولا عيالها وين بيروحون؟ فهمني بياخذونهم عائلة ثانية يربونهم؟ يا يمه هذه شو مسوية لك؟ ساحرتك؟ ساقيتك؟ معطيتك قهوة شارب عندها وأنت ما تدري؟ يا حبيبي فكر باكر، باكر ليه قدام؟ كم بيصير عمرها وكم بيصير عمرك؟ لا تموتني لا تذبحني. زين كذي حركت أعصابها؟ خلا اروح اشوفها لا يصير فيها شيء يرتفع ضغطه ولا يصير فيها شيء. ما حد وهقني غيرك. هين حتى والناس يبغى ايش فيكم؟ ترضى بترضى وين بتروح؟ سومي كل شيء اول شيء تعصب. سهرات سهرات سهرات. صباح الخير. صباح النور. يا انضبطت لنا الريوق اليوم. عندي غيرك انا. يا تلفوني من امس مغلق ما ادري عنه. زين بطلع يمكن يكون احد داق عليك او شيء. من بيدك. امان لا يا بالعرس مع امر.
إذا في أحد بيدق يا أمي يا ولدي يدقوني تطمنون. حين أثبت لك. إي والله. داقة فوق 20 مرة تصدقين؟ خاف فيها شيء؟ شفت؟ ليتك ما سكرت، عسى الحين ما تشك فيك. سكتي انتي الحين بدك عليها حط لين صوت. الو فواز؟ هلا حبيبتي. سامحيني وتليفوني كان بالسيارة والظاهر خلص الشحن ما أدري عنه. شو؟ خفت عليك أنت حاتي. حبيبي أنت وين؟ وين بكون يعني؟ في البيت. إنزين عصام شلونه؟ سألت عنه؟ عصام زين، عصام عند أمي، بمرهم اليوم على المغربيات شوي. أمر أسلم عليهم وأشوف إيش يبي. تعالي أنت قولي لي صدق شلون العرس في البحرين؟ عسى استانستي. إيه حلو. وراقي بعد. عاد أقول لك صدق ترى أنا أروح الدوام ساعتين باكر وأرد عقبها ما عندي شيء. يمكن أمر المزرعة عند الربع. أشوفك الأحد. أوكي. أنت بالك. ماشي حبيبتي مع السلامة. بس ماكو ولا شيء، الأمور عادية وطبيعية وعدت. أتمنى. يلا قوم خلينا نترايق. يلا قوم جوعانة. برد اليوم. هذه ايش فيها تحوس بالحوس كذي رايحه راده؟ ما ادري والله هالبنت شو تفكر فيه. ايه خليها خليها تفكر. احيانا الواحد يكون محتاج يقعد مع نفسه شوي. اي والله. اقول لك عادل؟ نعم. مو ملاحظ ان البنت من بعد سالفتها مع بسام يعني ما حد تقدم، ما حد عطى خبر، ما حد تكلم، ما حد خطبها، ماكو شيء يعني. وهي قاعدة على كبدك؟ لا سؤال سؤال، البنت قاعدة على كبدك؟ يبا خليها قاعدة ببيتها معززة مكرمة، ايش فيك انتي؟ ايش فيك علي؟ ليش تصرخ؟ سولفي عدل. مو قصدي شيء بس بنتي ودي اشوف عيالها، افرح فيها، اربيهم، بنتي الوحيدة يا عادل. زين بنتك الوحيدة شو اسوي؟ اروح بالشوارع اقول والله يا ناس ترى عندي بنت للزواج؟ الزواج قسمه نصيب، ايش فيك؟ اذا يا نصيبها راح ينطق الباب خلاص، انت ادعي لها بس. اكيد ونعمه بالله. يا رب يا بنتي الله يوفقك ويحفظك يا رب. ليش للحين ما نسيتك نوف؟ ليش ما نسيت ان اليوم عيد ميلادك؟ ليش؟ ليش خاطري ادز لك مسج واقول لك كل عام وانت بخير؟ وريم اصحي اصحي، انت مو نسيتي هالناس؟ مو طلعتيهم من حياتك خلاص؟ ما راح ادز لها مسج. بس راح اقول لك هني كل عام وانت بخير. صديقتي الوحيدة. يلا
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. حبيبتي كل عام وانت بخير يا عمري. وانت بخير يا قلبي. حبيبتي عمري انت تفضلي. هذه هديتي. عاد تشوفي سامحيني على القصور. ها هذه ليش كلفتي على عمرك؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير حبيبي. كل عام وانت بخير امي حبيبتي. عمري ما وانت بخير وصحة وسلامة. يلا يما ايش ناطره؟ قصي الكيكه. بس ها قبل لا تقصين تمني. تمني. يا الله يا ربي يا حبيبي ان شاء الله السنه الجايه يا ريلك يكون يمك ان شاء الله بس بوجودكم امي فيني فضل عرفت اللي بيتم صدقت هذه كانت بخاطري صدق والله العظيم حبيبتي مو قدرك هذا عمري عاد هذا اكيد ذوقك مو ذوق طبعا اكيد ذوقها حبيبتي اكيد هي ام الذوق والسنع ولو ذوقها ما كان حلو ينن كان ما اختارت وليدي حق قلبي خلنا نكعل نقص الكيكه حطي نقص الكيكه اي اي يلا عاد انا احب ايش دراكم اني احب هالكاكاو هذا ماما تدي نوميت نو غاز ماما تبين غاز دقي على الجمعيه خلي يبوا لك سياره الغاز ميت ما في دياي في ماما خلاص ماما يروح يسوي دياي يعني الا لازم تسوي ميت اوكي ماما ماما اه اي اوكي 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 روح روح بطل باب روحي اوكي لورا ايش فيك؟ ساعة لما تبطلين الباب؟ ايش فيك مسبحة كذي؟ وين ماما؟ ماما there she's not okay she's not okay؟ وي سلامات سلامات ما تشوفين شر حبيبتي الله يسلمك سلم عمري اجر عافية ايش فيك؟ ما ادري حاسة انه صدري تنك علي شوية لا ما تشوفين شر يا بعد عمري ما تشوفين شر هذا اكيد من تغيير الجو اي اكيد اكيد يا بعد عمري ما تشوفين شر يا الغالية الشر ما هيج حبيبتي أنا الحين بعرف أمك إيش قالت. أنت شلج أمك إيش قالت؟ مو من أنا شاريك وأبيك. حتى لو أمي ما رضت، تم وراها اللي أنت رضى. إيه بس أنا ما بسوي لك مشاكل مع أهلك ولا مشاكل مع أي أحد. كافي شفت هذه وقفتنا، هذه تسوي لك وتسوي لي مشاكل بس. أنا بعرف. أنت ليش مو واثقة بعمرك؟ ليش مو واثقة إنك ممكن تحبين وأنت حبين؟ شنو المشكلة؟ أقول لك شنو المشكلة؟ المشكلة إني مطلقة. أكبر منك سنين وعندي ثلاث بنات وأكبر واحدة فيهم واصلة سن المراهقة أكثر من كذي إيش تبي واللي عافيك اللي بيني وبينك لا يمكن يستمر روح مكتبك نادية روح مكتبك مع السلامة والله يا أبو يوسف أنا جاي عشان بتشيك على حساباتي وحسابات الشركة قلت مره واحده باخذ لي قرض لان عندي مشروع صغير بسويه حاضر ابشر ما يصير خاطرك الا طيب البطاقه بس لو سمحت حاضر حاضر دقيقه بعد اذنك خذ راحتك الو هلا ابو يوسف ان شاء الله الحين هي عندك مرحبا اهلا امرني بيوسف ابيش تاخذين الاستاذ بسام مكتبك تشرحين له انواع القروض عندنا
ان شاء الله. لانه هو وابوه من العملاء المميزين عندنا في البنك. ان شاء الله ما سخطك لطيف. شكرا. تفضل اخوي بسام. شكرا ابو يوسف. يا اخوي بسام، احنا عندنا نوعين من انواع القروض، عندنا القرض المقتصد وعندنا قرض استهلاكي. انت الحين زعلانه مني؟ عفوا انا مو قصدي شيء. اي ما انا قاعد اتكلم من صدقي. انت الحين زعلانه ولا شنو؟ انزين انا الحين بمشي، بشوف لك يوم نقعد نسولف فيه. يا بنت الناس انا شاريك، وبعد ما نسيتك ما ظنيتي انساك. انت لما خليتيني عرفت انت شنو بالنسبه لي. لما انا احبك والله العظيم احبك وايد مو شويه، واني قادر انساك ولا قاعد افكر بوحده ثانيه غيرك. شوفي قاعده بلتك بيدي ما فسختها من يوم ما لبستيني اياها بالخطبه. خلاص عاد ان شاء الله يجي الوقت اللي تعطيني فيه فرصه، يبقى خليني اثبت لك اني ندمان واني تعلمت من اللي صار، وان شاء الله ما فرط فيك مره ثانيه. بسام عصام الناجي، شنو هالاسم مر علي بس ما ذكرته. الحين فيصل اللي ينضرب فيه المثل يطلع منك هذا يا وداد. شفتي؟ شفتي يا زارة شفتي؟ وتقولي لي ليش تعبانة؟ ايش فيك متضايقة؟ شلون ما تبوني اتضايق؟ انا من سمعت السالفة من قال لي السالفة وانا قلبي شاب نار، بموت من القهر، ماني عارفة شلون اتصرف. زين وعيوز النار هذه بالله ولفت عليه؟ من الدوام، يعني ان شاء الله ماكو دوام. شافته طيب وعلى نياته أطبقت وياه، وياه طبقك وني طبقة، مي راضية تفج عنه. أقلبت حال الولد، أنا ماني عارفة شو أسوي، يعطوني حل، شو أسوي معها؟ تبي رأيي؟ إذا شفتيه مصر على اللي براسه، ضروري تكلمين أبوه علشان يشوف له صرفة في الموضوع. أكلم أبوه؟ تبين تشمت فيني؟ يقولني أنا ما ربيت ولدي عدل؟ حبيبتي هو اللي ما رباه، ولا أنت كثر خيرك كبرتي وعلمتي وما قصرتي، وخذاها باردة مبردة. سبعيني زين وداد، شوفي مايته هاليومين وعطيه فرصة، إذا ما تعدل مالك إلا أبو إبراهيم السندي، سمعتي؟ يعني إن شاء الله ماكو إبراهيم السندي. إحنا من وين جاتنا هالمصايب إلا من إبراهيم السندي. أنا هلا حبيبي، تو ما نور البيت. إيش فيك شكلك تعبان؟ يعطيك العافية. عاد أنا طبخت لك طبخة نار عمرك ما ذقتها بحياتك، وأنا أتحداك إنك كل مرة راح تطلبها مني. زين الحين ليش بالغدا أنا ما بدي ثيابي؟ حلو يا حبيبي. Thank you.
عمري قلبي. هلا حبيبي. ها حبي وينك؟ أطق الباب ولا أرد بيتي وأسوي نفسي ما شفت شيء؟ أطق الباب وأواجه فواز بجذب علي ولا أتغاضى وأحاول أعرف شو اللي وراه بعده؟ القرار اللي بأخذه الحين راح يغير حياتي كلها. خلي كمل غدا أنا. ايش عندك هني؟ هذه مو سكرتيرتك. شو تسوين انت هني؟ شو عندك هني؟ ما تتكلم، شو عندكم هني؟ تكلمي اقول لك انا شو تسوين هني؟ تحكي قول ايش عندك هني؟ قاعد اكلمك انا. امال هنا هنا تصير زوجتي. فواز وين رايح؟ مو شغلك فواز.